فأنا أنا جيت بيوم السبت من إيران من الجمهورية الإسلامية، أنا ما بي أي شيء بس عندي أعراض إنفلونزا، فجيت استلمت نفسي بيت حفاظا على منطقتي وحفاظا على الناس كلها. فأنا جيت يعني ما سويت ذنب، يعني ذنب ما سويت سلمت. فهسه جيت هنا المستشفى الإسكندرية وهاي الطالة شوفونها ثلاثة. اولا ديش البنكه مشتغله من جيس اليوم تنظيف ماكو اليوم. اشتكيت هذي اشتكيت، شوف هاي الحمامات، هاي الحمامات هسه راح اشوفكم اياها، بس مي بارد، مي بارد هاي، بس مي بارد. وشينات انا البحر انا نظفن بيدي، انا نظفن بيدي مكاني، انا نظفن انظفن. شوف هاي منا ليغاد، منا ليغاد. هذا الاكل، الاكل بارد يجيني، هذا وانا الاكل بارد. هذا شوفون الاكل، هذا وانا ثلج بارد، ثلج ثلج جاني، جاني بالوحده تقريبا، بالوحده جاني. يجيبون لي مال وجبتين سوا، يعني انا البارحه العشاء ماكو، الريوق اليوم ماكو، بالوحده جابوا لي اليوم غدا وجبتين. هاي بنا والبارحه جابوا والبارحه وجبتين، ما اعرف ما اعرف. فانا ناشد، اناشد صحه بابل، اهم شيء اناشد انا صحه بابل. يشوفون هذا لهسه، وهاي وانا شو الطاله شطولاتها، انا اطبطب الثانيه والقنصله مالتي لابسها هسه لبيتها. فانا هذا اريده يوصل صحه بابل ونشكركم. ويعني وانا علاج يعني ما بي شيء، انا هسه طالب اطلع، يعني انا هسه بعد نص ساعه ساعه اطلع من المستشفى لازم، يعني هاي اللي صار صار، يعني انا اتحمل مسؤوليه، اتحمل كافه اي مسؤوليه، انا اطلع، يعني انا اطلع. انا سويت ذنب من سلمت نفسي، انا قلت لكم اخاف على ديرتي ومنطقتي، ايش يصير بي؟ يعني يعاملوني، يعاملوني معامله حتى داعش هم مثلي والله. وانا اشكركم، ما عندي اي كلام بعد.